السلام عليكم اصدقاء الصفحه، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. طلب كثير ديال الزبناء اننا رجعنا تلفازات، جوج تلفازات اللي جبنا اليوم الاخوان، جوج تلفازات. هاد جوج تلفازات الاخوان اللي جبنا الكاليتي والثمن، جبنا جوج تلفازات بالكاليتي والثمن الاخوان. اليوم جبنا تلفازه تي سي ال، قرب لي على الصوره صاحب لي الاولى. تي سي ال الاخوان، تي سي ال اللي ماركه معروفه، ما غاديش نحتاج انني نجبد لا مارك. وعندنا الايتال، الايتال حتى هي اللي شركه معروفه دارت بلاصه في التلفازات، بلا ما نهضروا بلا ما نعرفوا شنو هي ايتال وشنو هي تي سي ال الاخوان. اجي خويا عبد الجليل نشوفوا، نبداو بالايتال الاخوان. الايتال الاخوان كتجينا التلفازه ها هي، كتجينا بدون حواف، بدون حواف الاخوان، كتجينا بلوندرويد 11، لوندرويد اوفيسيال. الناس اللي ما عارفين شنو هي لوندرويد اوفيسيال، ما بين التلفازه فيها لوندرويد اوفيسيال ولوندرويد عادي. لوندرويد اوفيسيال الاخوان انك كدير الميزاجور، التلفازه كدير الميزاجور بحال التليفون، التليفون دابا كيدير الميزاجور، فهمتي؟ الا خرج الميزاجور دوز مثلا، انت كدير الميزاجور دوز. وكاينين بعض التلفازات اللي ما فيهمش، مثلا كتلقى اوندرويد 13، اصلا اوندرويد 13 ما خارجش، اخر اوندرويد حاليا في السوق هو الاندرويد 11، هذا اندرويد اوفيسيال. انك كتخدم ان ميكي كيكون في التلفازه اندرويد اوفيسيال، كتكون اوتوماتيكمون التلفازه زوينه. اجي خويا ضرب لي على الالوان، ضرب لي على التلفازه، كتجينا بدون الحواف، كتجينا بالبور فيها دولبي فيزن، ان الصوت كتخرج من كاع الجوايه، فيها اليوتيوب، نيتفليكس، بلاي ستور. كتجينا حتى هي الاخوان، اجي نشوفوا عبد الجليل هنايا، كتجينا بجوج ديال اليو اس بي، لي بور يو اس بي، فيها الاير جي 45، التلفازه اللهم بارك مخدومه. الصوت فيها اللهم بارك، اللي غنديروا لها الثمن ديالها 1270 درهم بعام ديال بالعام ديال الضمان. ندوزو شركة تي سي ال. بالمناسبة الإخوان، شركة تي سي ال أحسن رقم واحد في أي تلفازة أندرويد، شركة رقم واحد في أي ماركة، أحسن شركة في الأندرويد. هتجينا هاد التلفازة صغيرة، تخيلوا معايا تلفازة روند دو، كتجينا بدون حواف. شوف اللهم بارك الصورة، الصورة اللي كان اللي فيها الاتش دي ار ديس، الاتش دي ار ديس الإخوان كتعطيك الألوان حقيقية، الصورة حقيقية، لا حطيتيها ما بين ما بين ما بين وحده اخرى غيبان لك الفرق في السلاسه ديال الفيديو. شوف اللهم بارك الالوان حقيقيين، وكتجينا بخاصيه اوتموس. تخيل معايا تلفازه رون دو وفيها هذه الخاصيات، الشركه الوحيده اللي دايره تلفازه رون دو وبهذه الخاصيات، حيت كاينه هاد الاتش دي ار دي سواد اوتموس كتلقاهم في 50 43 على الاقل. هذه الاخوان في رون دو فيها الاوتموس وفيها الاتش دي ار ديس، الاتش دي ار ديس الاخوان هو الالوان حقيقيه، وكتعطيك واحد السلاسه في الفيديو، ما كتحسش ما بين صوره وصوره، كتحس بداك الفرق. والاوتموس الاخوان هي انها واخا كتكون الصوره ضعيفه، الاصل ديالها هي ضعيف، هي كتزيد تعاون، كتحسن من الجوده ديال الصوره. وكتجينا الاخوان اللور ديالها ميتال، اللور ميتال. جاي الاخوان كتجينا بلوندرويد اوفيسيال بلا ما نهضروا عليه، احسن تلفازه اندرويد الاخوان، احسن تلفازه اندرويد حاليا في الاسواق. كتجينا حتى هي بعام ديال لا غارونتي، ولي الثمن ديالها 1500 درهم، 1500 درهم، ولكن راه احسن كاليتي، احسن تلفازه هي تي سي ال. الناس راه خداوها من عندنا، راه عارفين شنو خداو. هنا جبنا لكم احسن ما كاين في الاسواق الاخوان، جوج تلفازات بثمن جد مناسب، ب 1270 درهم، شركة ايتال 1270 درهم، حتى هي بخاصيات خطيرة، وشركة تي سي ال ب 1500 درهم الاخوان. لوندرويد اوفيسيال حتى هي كتجينا بالبلوتوث، فيها اليو اس بي، دولبي اوديو، الاتش دي ار ديس. الاخوان المحل ديالكم متواجد في الالفة، اللي بغى شي حاجة يتواصل معنا عبر الواتساب. كنديروا لا ليفريزون داخل كازا او خارج كازا، اللي بغى الناس اللي خارج كازا كيسيفطوا لنا واحد لافونز ديال 200 درهم، راك عارف الناس كاين اللي باغي يشري كاين اللي ما باغيش يشري كاين اللي كيتفلا وداك الشيء. حتى كتجيك التلفازات للدار، باش غتخلص الباقي اللي كاين عندك. والى فيديو جديد ان شاء الله. زين